مدينة رفح الملجأ الأخير والآمن كما يفترض للنازحين الفلسطينيين من جميع أنحاء قطاع غزة في هذه الحرب أصبحت هدفاً رئيسياً للعمليات العسكرية الإسرائيلية. فماذا نعرف عن مدينة رفح وعن تاريخها؟ تقع هذه المدينة جنوب قطاع غزة على الحدود المصرية بمحاذاة شبه جزيرة سيناء، وأصبحت من أكثر مناطق العالم اكتظاظاً بالسكان بعد نزوح معظم سكان قطاع غزة إليها في مساحة لا تتعدى 55 كيلومتراً مربعاً. تأسست المدينة قبل 5000 عام تقريباً وخضعت عبر التاريخ لعدة قوى خارجية. في عام 1917 خضعت لسيطرة الانتداب البريطاني قبل أن يدخلها الجيش المصري في عام 1948، ووقعت تحت السيطرة الإسرائيلية مرتين، مرة في عام 1956 ومرة في عام 1967. وأكثر ما يميزها هو موقعها، إذ كانت قديماً تعتبر البوابة الفاصلة بين مصر والشام، وكانت تضم أهم خط للسكك الحديدية في المنطقة يربط بين القاهرة وحيفا. وبعد اتفاقية كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر قسمت إلى شطرين وانفصلت عما كانت تسمى وقتها برفح سيناء، وانفصلت بذلك العديد من العائلات التي أصبحت منقسمة على شطري الحدود، لكنها ظلت تضم معبر رفح الذي تحاول المنظمات الإنسانية منذ بداية هذه الحرب إدخال المساعدات عبره، والذي كان قبل هذه الأزمة يعتبر مصدراً اقتصادياً وتجارياً هاماً لكل القطاع، والمتنفس الوحيد للغزاويين نحو العالم الخارجي في ظل الحصار المفروض على القطاع. لكن مدينة رفح حالياً أصبحت في عين الحرب في ظل نقص حاد لأدنى مقومات الحياة وانهيار تام للقطاع الصحي.